أنا هيبة، راهب مصري، بدأت رحلتي من بلادي في الصعيد حتى وصلت إلى الإسكندرية. أنا صوت صرخ، أنا صوت خيال، صوت إنسان شهد عنف في عصر ظالم، صوت إسكندرية والكنايس والنزاع الديني. أنا صوت من خيال كاتب اسمه يوسف زيدان. أنا اسمي، أو اخترت يكون اسمي جزء من اسم هيباتيا. هذا اسمي، أستاذة الفلسفة والرياضيات ما بين القرن الرابع والقرن الخامس. شهدت العنف الديني في مدينة الأسكندرية لأني كنت وثنية، فاتهموني أني بلا دين. عامة المسيحيين لم يتركوني، فأثرت الجدل في هذا القرن، وأنا الآن هيباتيا تشعل جدل المسيحيين في القرن 21 من خلال رواية كتبها يوسف زيدان. رواية أضاءت علمي، أشعلت الجدل حول مقتلي. رواية أحيت صوتي، صوت هيباتيا، رواية عزازيل. هي ابنة سيون، وهي وأبوها من الرياضيين الكبار، هم آخر الفيثاغوريين العلماء السكندريين الذين طوروا الرياضيات والفلك. وبالتالي كان مقتل هيباتيا اللي قدمته الرواية بشكل يتطابق مع ما حدث بالتاريخ فعلا. الغرض منه تبيان هذا الجرم الفادح في حق الإنسانية وليس في حق الشخص. هذه القتيلة طبعا مأساة، ولكن المأساة الأعمق أثرا هو أن العالم خلى من بعدها لمدة 5 قرون كاملة من أي اسم كبير في سماء العلم الإنساني، خاصة في الرياضيات والفلك. أنا صوت من خيال يوسف زيدان. رواية عزازيل بتاخد قصة هبة من أول نزوله من الأخاص الصعيد، مرورا بزياراته بالكنائس والأديرة، لغاية ما بيوصل اسكندرية. بيدخل اسكندرية ويلاقي المدارس الهيلينية موجودة وشغالة، وفيها الدكتورة هيباسيا بتدرس طب. هو عاوز يتعلم الطب، فيبتدي يحضر معاها، يبتدي يحصل له حالة اتصال غريب قوي معاها، ويبتدي يتعقبها في كل حتة. وفي نفس الوقت هو رايح عشان يدخل الكنيسة في نفس الوقت، فابتدى يحضر في الكنيسة وابتدى يشوف الأحداث بتاعت، على حسب الرواية، اللي هي الأحداث بتاعت التحريض ومقتل هيباتيا. وبعدين استمر بقى رحلته مع الرهبنة والخروج منها لغاية ما خرج منها نهائي. الراهب هيبة هو نموذج إنساني بكل ما في الإنسان من سمو، من ضعف، من تردد، من رغبة في الانطلاق وخوف من المجهول. يعني هذا الخليط الكبير من المشاعر المضطربة داخل إنسان حقيقي بيعيش في مرحلة مضطربة، بيكون فيها رجال دين متشددين وفيها علماء متميزين من أمثال هيباتيا. وقعت هيباتيا ومقتلها دي أهم حاجة في الكتاب كله، لأنها يعني ظلمت قوي في التاريخ، وناس كتير قوي نسيوها او ما عرفوهاش من الاصل. احداث اسكندريه داخل فيها كرولوس، او الاب كرولوس اللي هو بيقولوا عليه عمود الكنيسه، وفي الكتاب هو المحرض الاساسي بالنسبه لاعمال العنف اللي نتج عنها قتل هيباسيا بالشكل الجرافيك اللي اتعرض بيه، وكان شكل حاد جدا، وعمل توصيف عام بالنسبة للهجمات الشديدة اللي كانت بتتعمل على الهيلينيين أو الوثنيين بشكل ما من الأشكال. لم أنافس الأديان ولا رجال الدين، ولكنني كنت أهتم بالعلم حينما كانت الإسكندرية في صراع ديني دائم بين الكنائس وبين المسيحيين واليهود والوثنيين. وهنا تم تعذيبي حتى الموت. وجدت عوامل من المسيحيين يهجمون علي، وربطوا يديها بحبل خشن، ثم راحوا يجرونها في شوارع الإسكندرية التي تفترشها بلاطات حجرية أدت إلى تقطيع لحمها. صرخت بأعلى صوتي، ولكن الدافع القوي بداخل هؤلاء العوام كان أقوى من أي شيء، حتى إنهم أمسكوا أصدافا من البحر وبدأوا بتقشير جلدي عن لحمي، فصرخت من الألم وصرخت وظلت تصرخ. ماتت هيباتيا بين أيديهم، وأخذوا جثتها ووضعوها على خشب أضرموا فيها النيران وأحرقوها.
أم كانت هيباتيا تستحق كل هذا العذاب؟ هل كان التحريض على قتلها من وراء القديس كرولوس بالفعل كما ادعى معظم الناس؟ قصة المقتل بتاع هيباتيا اللي وصف الدكتور زيدان ببشاعة زائدة تثير الاشمئزاز وبدرجة تكفي أن يكره القارئ المسيحيين وبشدة وبالأخص رجال الدين، ودي نقطة مهمة جدا في أن القصة قد تحس على ذلك المقتل. بنلاحظ أنه في خطأ تاريخي وإكحاب، هو اتهام القديس أو البابا كيرلس عمود الدين البابا 24 اللي كان بين 412 و 444 بيجلس على كرسي مركزي. وهنا يجب أن أشير إلى الرد اللي صدر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكتاب بقلم نيافة الحبر الجلي الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس منذ زمن الفيلسوف الوثني وحتى يومنا هذا اعتاد أعداء كيرلس أن يحملوا شخصيا مسؤولية هذه الجريمة. ولكن وبكرر كلمة ولكن، يذكر يوحنا النقيوسي في كتابه وده أحد المؤرخين المعروف عنه إن هو مؤرخ مهم جدا في تاريخ الكنيسة، بيقول ظهرت في تلك الأيام فيلسوفة وثنية اسمها هيباتيا كرست نفسها في كل أوقات للسحر وأضلت أناس كثيرين بخدعتها، وكان حاكم المدينة يكرمها إلى أبعد حد لأنها قد أضلته بسحرها. أحداث الكنيسة بتاعت اسكندرية والأحداث بتاعت إشابة كرولوس إن هو محرض على قتل هيبة ما جاش مش أول مرة يجي. حسين فوزي كتب وقال من الأرجح إن هو المحرض. الدكتور السيسي في المصري قال، دائرة المعارف البريطانية كتب الكلام ده ومحدش اعترض عليه. فيبدو إن الموضوع جزئيا أو كليا أو أجزاء منه ليها أصل تاريخي. شكل الأصل التاريخي وعرضه قد يختلف في ناس كأي وثيقة تاريخية. هل هو الخلاف خلاف أصل الواقع؟ إذا كان في أصل الواقع يبقى لازم نرجع لكل الناس اللي كتبت بما فيهم حسين فوزي، بما فيهم اللي كتبوا الدكتور السيسي، بما يعني كل الناس دول، يا إما خلاف على تفسير واقع أو طريقة صياغة الواقع. الأنبا بشوي كان له رأي سلبي في الرواية، وهو عبر عنه في عدد كبير من المقالات وفي كتاب ضخم أصدره. صحيح لم يقدم في هذا الكتاب شيئا يعني مهما، ولكنه عبر عن غضب لم أفهمه ولا زلت إلى الآن لا أفهمه ولا أجد مبررا له، لأن الأمر لا يستحق كل هذا العناء الذي بذله. وكان يمكن ببساطة شديدة لو سألني كنت شرحت له أن هذه رواية ليست مخطوطات حقيقية وجدت. أنا إنسان قبل ما أكون راهب، تأثرت بكل الاختلافات اللي رأيتها في هذا القرن. رأيت هيباتيا، تأثرت بنسطور الذي كان على خلاف مع الكنيسة. هل كان نسطور على حق أم كان نفيه هو الحل؟ نسطور في حواره مع هيبا يقول له في وسط الحوارات الدينية يقول له طب ازاي مريم العذراء وهي انسانة تلد اله، لان هو الاشكال الطبيعة الانسانية بتاعت المسيح ان هو انسان ولد وعاش زي كل الناس اللي عايشين، والطبيعة اللاهوتية ان هو الله تجسد في الكلمة وبقت المسيح. اللي انا شايفه انه دكتور يوسف زيدان هو عايز يقول حاجة مهمة، عايز يقول انه نستور اللي هو كان الهرطوقي في ذلك الوقت اللي كمان اخد هرطقة تانية من اريوس كمان قبلها سنة 325 انه كان على حق عن انسانية يسوع المسيح وألوهية يسوع المسيح، وانه اللي فيما بعد اللي اجى في القرآن هو ده الصح عن عيسى. فحاول انه يقول انه نستور كان عنده حق وانه القرآن هو اللي اكد ما قاله نستور. زيدان كان بيحاول ان هو يبلور فكرته الليبرالية وحرية الفكر وحرية
التعامل مع النص الديني والأفكار الدينية، إن هو جاب شخصيتين متضادتين تماما، واحدة فيلسوفة ملهاش خالص علاقة بالدين، بره الدين خالص، ملحدة، وشخصية نستور اللي هو أستاذ متخصص في الدين كرجل أسيس ووصل في الآخر أنه أصبح بابا الكنيسة الرومانية الشرقية. فعندنا شخصيتين متضادتين تماما، ومع ذلك الاثنين بيوصلوا نفس الكونكلوجن، الاثنين بيوصلوا لأن لازم يكون في فكر، لازم يكون في تخلص من الخزعبلات، ولازم يكون في حرية اختيار الرأي والعقيدة. وده في رأيي ده هدف الكتاب من أوله لآخره، إن هو نوصل لمرحلة إن احنا نسأل نشك ونفكر وما نرفضش رأي الآخرين. بنية العنف الديني واحدة وقابلة للتكرار. كلمة عزيزين معناها الشيطان. فين العلاج بتاع العنف الديني في عزيزين؟ وفي دايما حساسية لأي نوع من أنواع تناول أي دين، فدايما الناس بتبقى حساسة للتناول ده مهما كان التناول ده محايد أو لا، وخصوصا ان الكاتب مسلم، فده كان يعني برضو عامل انه مزود شويه الحساسيه. هو عايز يقول انه المسيحيين كان كمان عندهم عنف ديني زي ما المسلمين دلوقتي عندهم عنف ديني. انا ضد الاسلوب ده، كان اسلاميين او ان كان مسيحيا، انك واحد يتوست الحقائق عشان يثبت حاجه. برضو هو الدكتور يوسف زيدان زعلان ان احنا قلت في احدى محطات ان هي زي دافينشي كود، بس هو نفس الحكاية، دافينشي كود خد تويستد الحقائق المسيحية عشان يثبت حاجة عايز هو يثبتها. دان براون اللي هو في الاخر طبعا ظهر انه هو بيشجع الصهيونية العملامية والى اخره، فالفكرة is not honest، يعني مش امانة تاريخية ان واحد يستعمل الحقائق بالطريقة دي. اولا غير صحيح انه الاقباط اعتبروا ان روايه عزازيل موجهه ضدهم، بالعكس اول اباء بالمصطلح الكنسي يعني قرأوا الروايه كانوا من اديره قبطيه وكانوا سعداء جدا بالروايه وتدحوها، وحتى من هاجموا الروايه بعد ذلك يعني كانوا قبل هجومهم ده مباشرة ليهم رأي تاني، ولكن يبدو انه المسألة لها ظلال سياسية وغير صريحة. حدة الحوار من الاثنين هو اختلاف الزمن، لأنه في 54 ما حصلتش واتكتب اكتر من كده. يعني هنا الكتاب بتاع حسين فوزي عن الكتاب بتاعه سندباد مصري، كتاب خد جايزة الدولة التخديرية، لكن ما اثرش الكتاب الجدل اللي موجود النهاردة على عزيزين. اللي اختلف هو الزمن بتاعه. دفنت صوتي لمدة سنين آملا ان يكون صوتي قوي، صوت يسمعه زمن عايش في خلل، يحتاج صوت من الماضي يغير مساره. فوجدني القرن 21، لماذا سمحت هذه القرون للتعصب الديني أن يسيطر على تفكيرهم؟ لماذا يعيد التاريخ نفسه من جديد ويصبح صوت شيطان العنف الديني صوت عزازيل؟ وأنا أعتقد أنه رواية عزازيل دي ما يقصدش بها القرن الرابع، لا يقصد بها القرن 21.